إذن من جديد منحييكم من دارة الرئيس نجيب ميقاتي. مساء الخير دكتور الرئيس. مساء النور. أهلا وسهلا فيك. أهل أنا بدي أشكرك بداية على إعطائنا هذه المقابلة بهاللحظة السياسية الصعبة والحرجة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. تسلم. أهلا وسهلا فيكم. وأنا سعيد إذا بتسمح لي بحب أبدأ اليوم بتوجيه تحية للجيش اللبناني وللأجهزة الأمنية وخصوصا لفرع المعلومات والمديرية العامة للقوى الأمن الداخلي على الجهد اللي عم بيقوموا فيه بكشف أولا هالمخططات اللي عم تنعمل على البلد وعلى الوصول إليها وشيلها من جزورة. نتمنى إن شاء الله ندعي إنه كمان عم تنشيل من جزورة لأنه ضروري هالأمر نحن عنا بلبنان إن نقدر نوضع له حد. نشكر ربنا انه الثقه بالجيش وبالقوى الامنيه كثير كبيره وحقيقه بعد عم تقول باعمال وجهد كثير كبير. وبوجه اكيد كلمه لاهل الضحايا بدعي لهم بالرحمه لهالشهداء والله يحمي الجيش اللبناني ويحمي البلد. لكن الحال دائما يعني الجيش اللبناني عم بيتحمل كل هذه التبعات يعني تبعات الارهاب وعم بيواجه وبيتصدى لهذا الارهاب، ولكن بالمقابل في خطر حقيقي وداهم وهو مسؤوليه السلطه السياسيه بالدرجه الاولى كيفيه التعامل مع هالملف. بعدين كمان موضوع قانون العفو يعني بيفتح لك على مجالات كبيره يمكن بدها بحث كبير وبحث عميق. اكيد. واحيانا بيصير في تضارب بوجهات النظر السياسيه بتنعكس على الارض كمان وبتورط الأمن بمطبات يعني عديدة. صحيح تماما. ما فينا نأخذ موضوع جزئي، لا فينا نقول عفو ولا فينا نقول سجن رومية اللي هو صار معتبر جامعة دراسات عليا بتخريج الإرهاب، ولا وين بدنا نقدر نوصل بهذا الموضوع. ولكن أنا متأكد بوجود هالقوى الأمنية، وإذا في قرار وفي قرار أنا متأكد في قرار سياسي بقمع هذا الموضوع، بعتقد إن شاء الله ما في خوف على البلد. على كل حال يعني نحن بنتمنى انه يضل يعني الجيش بهالتماسك وبهالقوه ويضل قادر ولو انه عم بيقدم تضحيات وشهداء. تسريع المحاكمات. اذا في ناس قاعدين بالسجون بدون اي محاكمه وصرهم يمكن موجودين اكثر من الفتره الممكن ان يحكموا بها، فبالتالي لازم نلاقي لنا حل بقى للموضوع. ما بصير نخليها هيك، يعني لابد من الوصول الى صيغه يكون تماماً في حل لهذا الامر، ولكن بشكل انه ما كمان ينعكس على الامن وعلى صحيح الوضع الامني بشكل عام. يعني ونحن وقتها بعملنا قاعه محكمه بلزق ملاصقه لسجن رومي للاسراع بموضوع وقت اللي كنت حضرتك رئيس حكومه. صحيح. ومن وقتها بعد ما نعمل شيء المحاكمات ما تسرعت ودفعنا وعملنا وسوينا وهلا ما نعمل شيء. نعم. خلينا ننتقل للمحاكمة الفرنسية التي أقامها الرئيس ماكرون هذا المساء بحق الطبقة السياسية اللبنانية. يعني اللي بيستمع اليوم للرئيس الفرنسي بيعتبر وكأنه عمل محكمة بحق الطبقة السياسية. حضرتك أنت وعم تسمع الرئيس الفرنسي عم بيقول أنه أخجل مما يقوم به الزعماء في لبنان، لما عم يحكي عن خيانة جماعية، لما عم يحكي عن البعض الذين فضلوا مصالحهم الخاصة على مصلحة بلدهم. لما بتسمع وعم بقول هذا الكلام وحضرتك جزء من هذه الطبقة السياسية، صحيح، ماذا يقول الرئيس نجيب ميقاتي؟ أول شيء بدي أقول وجه تحية للرئيس ماكرون على أسراره واستمراره بمبادرته. يعني اليوم رئيس دولة عظمى، نهار أحد الساعة 7 مؤتمر صحافي عشية كمتابعة رغم كل أكيد مشاغله كلها الموجودة، متابعة موضوع ساعة عن موضوع لبنان وعم بيحكي بشغف، عم بيحكي بمحبة، عم بيحكي بإخلاص نحو هذا البلد. هيدا بس كمان عم ببهدل المسؤولين. منأكد أنه الحمد لله يعني في رعاية دائما. أنا بقول في رعاية اللي هي على هالبلد. هيدا رسول عم بيعمل لحتى نقدر نطلع من هالأزمة. الرسالة لقاله بدنا نكون مسؤولين. عم بيجي يقول هالمسؤولين مسؤولين لأمورهم الفردية ولمطالبهم الشخصية ولمطالبهم الطائفية والمذهبية، ولا مسؤولين لإنهاض البلد؟ هيدا السؤال الأساسي اللي عم بيسأل. مما لا شك تأثرت أنا بكلامه لما قال أخجل من هذه الطبقة السياسية. طبعا هذا خجل، يعني هيدا كلام مأذي بكل من يتعاطى السياسة بالبلد. أنا بتحمل المسؤولية
كل واحد يتحمل مسؤولية نسبية للمسؤوليات اللي قدر حملها. بس حسيت انه هذا الكلام ايضا بمسك، ما انت جزء من هالطبقة السياسية، لما بقول اخجل من هذه الطبقة السياسية ولما بيحكي عن خيانة جماعية وحضرتك جزء من هالطبقة السياسية، أول حضرتك رئيس ونائب. اول ما طلعت الثورة قلت كلهم يعني كلهم، انا قلت كلهم يعني كلهم وانا اعنيها، ولكن بالنهاية ليس دفاعا ولكن بالواقع كل إنسان بتحمل مسؤولية مقدار ما هو تحمل المسؤولية. أنا بتحاكم على الفترة اللي أنا كنت فيها بالحكم وبالمسؤولية، ومستعد أنه المواطن بيعرف أنه مرقنا نحن بفترات كتير حرجة، إن كان بال2005 و2011 2013، وكيف تقطع لبنان كان بموقع وانتقل لموقع أفضل. هلأ الفترة الأخيرة هي اللي تدحرج فيها الدحرجة، وخاصة دحرجة الاقتصادية وعدم ثقة بلبنان. لبنان قال لما عم بيحكي عن نظام مصرفي اللبناني، قال المشكلة انه الناس فقدت ثقتها بلبنان. نحن اليوم اذا مسؤولين بدنا نرجع الثقة لهالبلد، بدنا نرجع ثقة العالم بلبنان. هيدا هو الدور اللي عنا اياه، مش بالتناقر نحن بيننا بين بعضنا البعض وبالمشاكل اللي عم تصير ومشاكل وهيدا هون وهيدا هون وهيدا هون. حكي عن الجميع وحمل المسؤولية للجميع، ولكن رجع سمى بالاسم الثنائي الشيعي أمل وحزب الله. هل تعتبر أنه حمل مسؤولية فشل المبادرة الفرنسية لحد هلأ، أو فشل مهمة الرئيس المكلف لا الثنائي الشيعي؟ هو هل يفهم هكذا من كلامه؟ الرئيس حدا بيراجع الرئيس ماكرون باللي بيقوله، هو اللي قال هيك. وحضرتك بتوافقوا على هذا الكلام؟ ليك لحتى تكون منطقي وطبيعي، الحقيقة بهالمسار بالأربع أسابيع اللي صارت مرقنا بمراحل كتير عديدة، ولكن يعني أنا حقيقة أسأل نفسي أحيانا، تشبث بوزارة المالية للشيعة من مبدأ ميثاقي ودستوري، هل هذا كلام مقبول؟ سؤال تاني، هل لما في بالعشرين سنة الماضية 7 وزراء شيعة و12 من غير طوائف أو 14 من غير طوائف، سؤال هل لما لم يكنوا الشيعة وزراء مالية كان في انتقاص من دورهم في دورهم اللي عم يقوموا فيه بالبلد؟ دورهم كان عادي، ليش هالتشبث؟ يعني مرقنا نحن جمعتين تماما حبينا كل شيء ماشي ومداورة وكله تمام، شو أنا ما بعرف، أنا عم بسأل شو اللي هو فأس لحتى غير الموضوع وصار الموضوع موضوع أممي وموضوع أساسي. نحن عم نجي نقول حتما دستوريا لا شيء يمنع أن يكون الشيعي وزير مالية، شو هالحكي؟ ولكن دستوريا ممنوع ولا غير مسموح أن نكرس ذلك دستوريا وعادة دائمة. هيدا اللي عم نطلبه، ما في شيء، ما في احنا، هل حق لنا أن نقول ما له حق شيعي يكون؟ كيف ما له حق؟ حدا بيقدر، وهيدي حق لكل اللبنانيين، ليس بس نحن هيدا الموضوع عنا. وبعدين ذكر الرئيس ماكرون كمان بحديثه موضوع انتقاء الوزراء من مسؤوليه وزير رئيس الوزاره، فبالتالي كمان انتقاء الوزراء وفرض الوزارات، فنحن رجعنا عم نستنسخ الحكومات الماضيه بتسميه وزراء تابعين لمرجعيه معينه، صارت مسؤوليتهم امام هذه المرجعيه وليست مسؤوليتهم امام طب كثير عال. بس هون بالمقابل كمان هناك من يحملكم المسؤوليه لرؤساء الحكومات السابقين، بعدين صاروا يسموكم نادي رؤساء الحكومات السابقين. ما بعرف هل تسمية هل بتزعجكم ما بتزعجكم؟ المهم نحن نكون متفقين بين بعضنا الأربعة، ونحن متفقين بين بعضنا على التنوع، وما في حدا تابع لحدا، وكل مين عنده رأيه، ونحن عنا مصلحة مشتركة، مصلحة هالبلد. أنتوا بعدكم أربعة ولا صرتوا ثلاثة؟ لأنه رئيس الحريري وكأنه تميز الأربعة عنكم. يعني. الأربعة نحن موجودين ونحن عم نتابع وعلى اتصالات، يعني مبارح أنا مع رئيس الحريري كنت على التليفون مرتين ثلاثة، بس ما في حدا تابع لحدا ولا حدا يرضخ للآخر، وكل واحد عنده رأيه، والتنوع ضروري وتعدد الآراء أكثر من ضروري، لأنه فيها خير طالما مصلحتنا هي مصلحة واحدة. نحن في عنا أمر واحد هو الانتظام العام الدستور، إن كان رئيس حريري اللي قاله أو اللي نحن قلناه ببياننا يوم اللي طلع كليته على الدستور. رئيس حريري شو قال؟ قال لا مانع من أطاها للشيعة، دستوري مين بيقدر يقول لا؟ قال رئيس وزارة يسمي، هكذا ينص الدستور بالاتفاق مع رئيس الجمهورية حسب المادة 53 من الدستور الفقرة الرابعة بتقول لازم يعملها. الشغلة الثالثة عم بيقول ليست دائمة أو مكرسة لطائفة واحدة أو لمذهب واحد أي حقيبة
وهذا هو مطلب طيب السؤال. عارف اذا ليش خالفتوه الراي؟ يعني وقت اللي عمل مبادرته وقال انه عم بيتجرع السم هيك وصف انقاذا للبلد، انتم ما قبلتوا هالشيء؟ لا ما اكيد ما بنقبل يتجرع السم، اكيد ما بنقبل. ونحن ورحنا ما بنقبل، ما بنقبل ولا بشكل من الاشكال الا، ولا بنقبل كمان كلمه الانتحار، ولا بنسمح للرئيس حريري ان يعرض نفسه للانتحار. نحن كان بينا مختصر اكثر، قلنا المحافظه على الدستور بكل مندرجاته. هو لم يحافظ على الدستور بلا هدول ثلاثه حافظ عليا، بس نحن لحتى ما نجي نقول كانه اعطينا او ما اعطينا، مش نحن عم نعطي من عندنا، رئيس وزاره بده ينقي، نحن عملنا مناشده لرئيس وزاره ان 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 يمتثل للدستور. هل برايك اخطا الرئيس الحريري بهالمبادره واثبتت انه ما نجح؟ هلا هو عنده معطياته، عنده معطياته، وانا بتمنى يعني برجع كلمه السمن، ان نبدل السمن بمقويات ومضادات حيويه لهالبلد لحتى يقدر يطلع من كل هالازمه اللي نحن فيها. بتمنى بدنا انتيبيوتيك بهالفتره كمان زياده بالفتره الكورونا وكل شيء، انه نقدر نطلع من هالازمات اللي نحن فيها اليوم. بس نحن باكد لك انه نحن ما كان عندنا خروج ولا تشبث بشيء. نحن الذي اثارنا عندما كان المطلب مطلب دستوري وميثاقي، ما قالوه هذا ليس دستوري وميثاقي. الطائف استاذ جورج، حكيت بالطائف، انا سالت الكل اللي بعدهم اللي الله طول عمرهم سألتهم، نعم ذكرت، كما ذكرت أمور أخرى كثيرة، ذكرت الفدرالية، ذكرت الكونفدرالية، ذكرت التقسيمات الدوائر الانتخابية، حكي كل شيء، ولكن بالآخر قالوا يا جماعة هيدي حاجة بقى نعقد الأمور أكثر، خلينا نحن ملتزمين بالأساس، وهيدا هو كان الأساس، هيدا الأساس لم تذكر ولا بمحل آخر لكي تكرس دستوريا أو عرفا. واضح. بدي أرجع للموضوع اليوم، هل برأيك هناك إمكانية لأنه الرئيس الحريري يعود رئيسا مكلفا؟ يعني انحكى اليوم معلومات لآر تي روسيا اليوم أنه صار في اتصال بين الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي، وانحكى أنه قد يكون هناك عودة للرئيس الحريري. هل عندك معطيات أو أجواء لها علاقة بهالأمر؟ وهل تؤيد إعادة تسميته هو قال ما بده؟ أنا قبل ما دكتور مصطفى أديب كلف، أنا كنت من دعاة تسمية الرئيس سعد الحريري. اليوم بقول لك صراحة الأمور مختلفة. اولا ما بقصد شخص، يا بدنا نمشي على الدستور والنظام، يا ما في شخص حيقدر يالف حكومه، ما مش قصه شخص، خلينا نتفق من بعضنا. يا بدنا نتبع سؤال صغير، عندك تليفونك بتفتح او بتشتري طريقه الاستعمال، نحن خلينا نتبع طريقه استعمال هالبلد، ما كل ساعه بنحط ورقه زياده وبنشيل ورقه بتقول ساعه عبي على الفولتاج 110 ساعه 220 بده يحترق التليفون. نحن تلت وتلتين ووزير ملك ووزارة مكرسة حاج بقى نضيف على هالدستور هالبدعة الجديدة اللي هي عم تقيد العمل الأداء السياسي بلبنان. نمشي على الدستور مظبوط، مين ما إجا بيقدر ينجح. رح نحكي ومن رحت طبعا، إذا الرئيس سعد الحريري حقيقة ناوي يعني قرر انه ان يرشح نفسه، حتما انا مؤيد. هو قال بتصريح له انه ما بده يرشح حاله ولا بده يسمي حدا، يعني انا عم بعطيك رايي بس. هلا بعد بكير الامور لحتى نشوف اذا حقيقه حيصير في اتفاق بيناتنا. يا جماعه المساله مصابي، عم بيقول لك 6 اشهر اعطوني قصه حكومه تقدر تعمل هالاصلاحات اللازمه والتحقيقات اللازمه القديمه، عم نعرقل كل شيء بهالموضوع، اعطوني 6 شهور وبعدين رجعوا اعملوا بدكم اياه، كرسوا اعملوا واجتمعوا ساووا. هلا اليوم اعطونا بس خلينا نطلع من هالبلد، ما عارفين المشاكل اللي صايره. نحن عندنا 3 امور متراكمه، عندنا بعد 17 تشرين والعمليات المصرفيه اللي صارت توقفت عن التحويل وتجميد ودائع اللبنانيين. يعني انت متخيل الكيلي يقول بخبي قرشي الابيض ليومي الاسود، ما عاد طلع قرشه اسود وما بقدر يوصل، ما بقدر يوصل على شيء، ما في شيء. الموضوع الثاني موضوع الكورونا، كمان اليوم البلاد العالم كلياتها عم تصير هالبطاله وهالتوقف عن العمل والانتاج، شو بده يؤدي لانخفاض بالدخل القومي عندنا؟ وعندك الشغله الثالثه 4 آب اللي صارت، 4 آب في ناس بعد عمال برمي. اليوم انا ثاقبت مرقت من صوب النهر، ما في بعد بيت تصلح. نعم.
ما في بيت صلح صار لنا شهر ونص ما في وبعد ما في مسؤوليات يعني بعدنا وين بده يصلح؟ ما بنعرف التحيات لوين وين بده يصلح؟ لا شركات التأمين ولا مساعدات وإذا عنده دولار بالبنك ما في صحاب ما في شو بيعمل؟ دولة الرئيس بدي أحكي عن المهلة الفرنسية الجديدة ست أسابيع أربعة إلى ستة أربعة إلى ستة خليلي أربعة إلى ستة إن شاء الله تكون أربعة بس إن شاء الله يعني ما تاخذوا الستة إن شاء الله بس خليني أرجع على موضوع أنتم كرؤساء حكومات سابقين هناك طرف يحملكم المسؤولية هناك من يقول أنه أنتم يلي شكلتوا مشكلة أو عرقلة أو عقبة من خلال شروط من خلال إملاءات على الرئيس المكلف وكأنه حولتوه لدمية بين إيديكم أو رهينة بين إيديكم وهذا التصرف هو الذي عرقل عملية التشكيل ما هو ردك لما على هذا الاتهام؟ لما بدك تعرقل تخلق كل الأسباب الموجبة للتعرقل نحن أولاً نعم نحن سميناك كتل سياسي كتلة تيار المستقبل كتلة الوسط المستقل الرئيس تمام سلام بصفتنا النيابية نحن سميناه بالطريقة الطبيعية ما نقول انه نحن لا تخبينا وراء دار الفتوى ولا رحنا قلنا هذا مطلب سني ولا عملنا اي شيء من انه نحن ككتل سياسية نيابية سميناه بس عملتوا له غطاء سني يعني انه رؤساء الحكومات السابقين يعني وكأنكم انتوا تيار او جبهة سياسية مذهبية سنية حولته لها بس, بس بس ما تغطينا يعني نحن النواب اللي معنا اللي انا معي ثلاث نواب غير سني والرئيس حريري عنده عدد كويس كمان غير سني فبالتالي نحن ما جينا قلنا اجتمعت النواب السني كلياتها وقلنا يا نحن بدنا فلان او ما بيكون في فلان هذا لو بدنا نحن نصر كنا صرينا على نواب سلام نحن ما صار نواب سلام لان نحن لا نريد مجابهة مع احد ولا نريد تحدي لأحد هيدا كان الأساس عنا فجينا نحن أول شيء نعم نحن سميناه تاني شيء نعم نحن اشتركنا بالاستشارات النيابية الغير ملزمة اللي صارت بمجلس النيابي وكتلنا راحت وعطيت رأيها نعم رئيس الوزراء المكلف زارنا كرؤساء وزارة وأكيد بالزيارات كلياتنا عم نعطيه نصائح وعم نعطيه أفكار وعم نقول له شو لازم يعمل. بس نحكى عن غير الزيارات المعلنة نحكى عن تنسيق تم بالكواليس نحكى أنه كأنه أنتوا اللي عم بتشكلوا مش هو أنا يعني صدقاً. عم نقول لك وطبعا هاي أجواء أنت بتعرفها أنا قلت من يومين نحن الأربعة رؤساء الوزارة السنية اجتمعنا مجتمعين مع الرئيس المكلف مرة واحدة نهار الأحد الماضي بعشرين الشهر لما الرئيس حريري قالنا عن مبادرته هيدا نحن يومتها طلب هو انه يكون معنا واجا عم بيقول هذا الموضوع وشو رايكم هيدا الوحيد اللي شفناه والحكي ما شفناه انا كنت عم شوفه اما عم بحكي كاربعه هيدا المره الوحيده اللي نحن قعدنا معه كنت عم بتشوفه حضرتك انا 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 دكتور اديب طبعا هو شخص كان شخص مدير مكتبك من البيت يعني انه بيمرق بيشرب فنجان قهوه تغدى عندي تعشى عندي اي طبيعي طب بس كيف بدك تفصل بين انك تشوفه بالشخصي او تكون انت عم تعطي تماماً. رايك السياسي انا بدي اقول لك يعني وقت كنت اساله يعني وقت اساله وين صرت يقول لي عم بشتغل عليا في عندك شغلات جديده انعملت ايه في شغلات جديده كيف بدك شيء لا ان شاء الله كل شيء بيعجبك ولا انا حابب اني اتدخل لحتى لا يقال كمان اني اتدخلت بس يعني تلقائيا يعني هو كان مدير مكتبك يعني كان موظف عندك يعني باللاوعي يعني حضرتك قادر انك تطلب منه او انك تفرض عليه شروطك او شروط الرؤساء السابقين بدون ما يكون لا موظف ولا شيء طبيعته للدكتور مصطفى اديب طبيعه راقيه طبيعه رجل هادي رجل علم كله كتلة أخلاق ما في لزوم إنه لحتى يكون عنده تاريخ معي لحتى يسمع مني أو ما يسمع مني بس هو ضغري عملنا حاجز قالنا شو بدكم أعطوني نصائحكم بس أنا بقول لك أنا بعرف إنه مين كان هيقدم وكيف عم بيساوي مزحت معه مرة قلت له 14 أو 20 قال لي شو رأيك 24 يعني عم بقول لك قلت له ليه تنطيت على 24 قال لي هيك شفت رغبة عن فخامة الرئيس يعني بس عم بقول لك انه انه لا. انه لا ما جاوبني على جوابي يعني حضرتك دولة الرئيس تنفي الاتهام انه انتم كرؤساء حكومات سابقين كنتوا انتم اللي عم بتشكلوا وانتم اللي عم تفرضوا املاءات وانتم اللي عم تعطوا رايكم السياسي بالتركيبه بينما تمنعون تحت ستار التكنوقراط الفريق الاخر من انه يكون طرف بالتشكيل ولا لو بده عمل استشارات النيابيه الغير ملزمه شايف النواب أنا صراحة كنت أقول له انفتح الآخرين بيقول لي إذا انفتحت على حدا
يفتح على البقية، وإذا انفتحت على شخص وقال لي بدي وما بدي هطلع بسويد الوش وحيصفي في نوع من بزار. ليش لا أفتح لي هالبزار؟ ليش لحتى أفتح لي؟ هيدا كان رأيه، وكنت دائما ناصح لقاله أن يفتح على كل الفعاليات السياسية اللبنانية، ولكن هو كان متحفظ. أنا جاي رئيس حكومة غير سياسية تتعاطى بعمليات الإصلاحية تكون موجودة، أنا كل شيء علي عم بيقولوا لي بالسياسة كيف بدي أتصرف، في أنا وفخامة الرئيس نحكي بالسياسات، لازم نجيب وزير خارجية يكون على نوعية مميزة لحتى يقدر ينقلنا الصورة تماما وينقر صورة لبنان وكلمة لبنان في المنتديات الدولية. هيدا هو اللي عم بيقوله. هل استشارك بموضوع اعتذاره؟ لأنه حضرتك عشية توجهه إلى قصر بعبدة وتقديمه قلت أنه يميل إلى الاعتذار. حملوني إياها، صرنا 10 أيام، صرنا جمعة ونحن بنحكي أنه هو طلع وبده يعتذر وما يعتذر ويطلع. بالتاريخ بالذات من 17/9 وهو كان ناوي يعتذر، فبالنهاية آخر مرة وقت طلع نهار الجمعة كان أنا حاسس أنه كان في عنده رغبة بالتنحي بالاعتذار عن الشخص. يعني مش حضرتك نصحته أنه يعتذر، كان الجو كله قائم على إمكانية الاعتذار. يعني نقطة صغيرة، لما بيجوا بيقولولنا أنه نحن كنا عم نحرك وعم نساوي وكأنه نحن غرقناه، نحن ما عندنا مصلحة غير أنه ينجح. نحن كانت عنا سبتنا أمر معين، هي التكليف قبل التأليف. نحن عنا شخص لنا ثقة فيه، وأنا خاصة أن يكون رئيس وزارة بيجي بقول اعتذر، بيجي بخلق له بغرقه. أعوذ بالله، كل التسهيلات المطلوبة كانت مفروض أن تنعطى، ولكن هو عم بيجي يقول أنا حغش اللبنانيين، أنا بدي أكون صادق، إذا بدي بلش أعمل حكومتي مثل الحكومات الأخرى شو بكون عملت؟ بكون حكومتي صار فيها مقاطعات، مرجعيتهم مش أنا، مرجعية مش بالحكومة. في قرار بدي أخذه مجلس وزراء بدهم يحكوا تليفون، دخلكم أنا ما بدخل من هالدخلة. كمان يؤخذ عليكم أو تتهموا كرؤساء حكومات سابقين أنكم بالصراع السياسي وكأنكم واجهة للمشروع الأمريكي أو الرأي الأمريكي بالصراع بالمنطقة وبالصراع مع إيران وبالصراع مع حزب الله وإلى ما هنالك. هل أنتم تحولتم إلى تيار سياسي بديل ل 14 أدار؟ هذيك اليوم سئلت هالسؤال، قلت يا ريت حدا عم يحكي معنا. والله لا لا لا، نحن ما بنعمل أكيد إلا ما يرضي ربنا وضميرنا وطليتنا. هيدي كون أكيد منا، لا اتصال ولا إشارة ولا أي شيء. بس عم نحكي عم نتصل مع الفرنسوية، نعم في اتصال لحتى يكون صادق، لأنه حاسس الفرنسوي مدى إخلاصه ومدى إصراره على إنهاء الأزمة بلبنان. نحن شو في عندنا خيار اليوم؟ ما في اتصال بالأمريكيين أبداً. يعني ما بتتواصلوا مع الأمريكيين أبداً، ولا في أي اتصال. ما بتتواصلوا مع السعوديين ولا في أي اتصال ولا في أي اتصال. اليوم نحن تشبثنا وإصرارنا على التمسك بمبادرة الرئيس ماكرون ما قصة خيار، ما عندنا خيار غيره. اليوم بالنسبة للبنانية إذا ما هلأ تحملنا مسؤوليتنا وقفنا وبصمود وبقوة وقلنا حنمشي بهالأربع أسابيع بالحل، ما نكون عملنا شيء. رح نحكي أنا وياك دولة رئيس عن خريطة الطريق هلأ، يعني شو المتوقع. بس قبل تقفل الحديث عن رؤساء الحكومات، اليوم أنتو شو مشكلين، تيار أو جبهة أو يعني شو ممكن أن نصف؟ أربع شخصيات لبنانية تمرست بالحكم، لها خبرة، وهي ما في حدا بشك بوطنيتها، مؤمنة بلبنان وطن يجمع الجميع. الطائف والدستور هن كتابهم، نجتمع مع بعض نتبادل الرأي ونأخذ القرار المناسب. كتير أمرار نجتمع على قرار واحد، كتير أمرار بيكون في تنوع ضمن هذا الإطار اللي عم بقلك إيه ما بنطلع براته، ضمن هذا الإطار، ونحن مستمرين بهالشيء. يعني كأنه عم بتصير، يعني البعض عم بيقول إنه مقابل الثنائي الشيعي صار فيه رباعي سنة مثلا، هن قد ما هلا بيعملوا رؤساء وزارة بصفوا بركي بيكتروا رؤساء الوزارة بصير 8 و10 و12 لأنه حنبلش نفقس رؤساء وزارة. يعني ممكن ينضب لكم دكتور حسان دياب مثلا بترحبوا فيه؟ نحن حقيقة فكر، مش ما هي بس بوزيشن، بس مش هي وظيفة أخذت في الماضي أو مرتبة معينة، هي موضوع فكر معين، نحن متفقين على هالموضوع ضمن التنوع. ما تخمن حدا بيسيطر على التاني بقراره، وكل مين منا عنده استقلاله بقراره، هذا شرط بيناتنا ونحن. بس ما بتشكل
اي نوع من خلاف اساسي بيننا طالما نحن عم نتنوع بقرارنا. دولة الرئيس يعني بالمسار اللي كان عم بيصير كمان أخذ عليكم وكأنه مستبعدين الشريك المسيحي أو الدور المسيحي من خلال دور فخامة رئيس الجمهورية. يعني كان دايما عم ينحكى أنه لازم الرئيس المكلف هو اللي يختار الوزراء، لازم الرئيس المكلف ما حدا يتدخل معه إلى آخره. شوي صار في تسليم من الرئيس الحريري بأنه حقيبة المالية تكون للطرف الشيعي، وصار في تواصل مع الخليلين وإلى آخره. طب وين الشريك المسيحي وقت اللي بتطلع بيان رئيس الجمهورية أنه في توقيعي وفي دوري؟ قامت القيامة أنه هيدا يعرقل التشكيل هالبيان. أول شيء الشريك المسيحي، هل ممكن توقيع البراسيم تشكيل الحكومة بدون الشريك المسيحي حسب ما قلت لك بالدستور المادة 53؟ بس الرئيس بيقول انه له دور باختيار الوزراء، مش بس الرئيس المكلف. من اطلق اول شيء المداورة قبل ما نحن اطلقناها؟ رئيس جمهورية اطلقها، رئيس جمهورية اطلقها، وحتى بالاستشارات النيابية انا سألني عن الموضوع، فهي المداورة رئيس جمهورية اطلقها. عم تحكي الشريك المسيحي، البترك والقوى المسيحية الاخرى كلياتها كانت عم تنادي بالمداورة. يعني هل نحن عم نعمل شيء عكس التيار المسيحي؟ نحن شغلة صغيرة، كل شيء بيجمع نحن معه، وكل شيء بيفرق نحن ضده. اليوم نحن وصلنا لهاللحظة هيدي، الرئيس الفرنسي عم بيقلنا انه المبادرة الفرنسية لم تمت، ولكن قالنا انه لا يتحمل هو مسؤولية الفشل، انما اللبنانيين هن اللي فشلوا، او الزعماء اللبنانيين هن اللي فشلوا. ورجع عطانا مهلة بين 4 أسابيع و6 أسابيع. اليوم بهالأربع أسابيع أو الست أسابيع شو خارطة الطريق؟ يعني نظرتك للحل، شو لازم يصير؟ شو لازم ينعمل؟ كيف لازم؟ هو إذا بتلاحظ بكلامه للرئيس ماكرون وجه النداء للرئيس الجمهورية، طلب منه بإجراء استشارات نيابية سريعة لاختيار رئيس وزراء فورا، وأن يقوم وعده مصر على خارطة الطريق اللي هو عمله، اللي هي حكومة بيألفها الرئيسة من اختصاصيين تمرر هذه الأزمة بالوقت الحاضر. هيدا هو المطلوب بالوقت الحاضر، رئيس جمهورية يدعي لاستشارات نيابية سريعة أسرع ما يمكن. ما بقى يحمل البلد، يعني ما عندنا رفاهية تضيع الوقت، ما حدا عم بحس انه المتراج عم بمر. بس هل في سهوله بالتوافق على اسم معين تيدعي لاستشارات نيابيه؟ لانه كان دائما الراي السائد انه لازم يكون في نوع من التوافق على شخصيه معينه، مثل ما صار مع الدكتور اديب تيدعي لاستشارات. هل انت مع الدعوه لاستشارات بغض النظر عن الاتصالات بالكواليس؟ عم تعطل، مثل ما بيقولوا تعطلت لغه الكلام. نحن عم نعطل كل شيء، عم نجي نقول انه لازم نتوافق، بعدين ما عملنا نحن هذا التوافق، طلع لازم يتبعوا التوافق بالتأليف، فصل سلطات الغيناه، صار مجلس نواب هو بشارك بالسلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية خلص، خلي نمشي الانتظام العام الدستوري، لازم ياخد منحة، هيك بيقول الدستور، بيدعي لك مين ما بدون يسموا، كل فئة تسمي، يختاروا من يشاؤون، بيعمل حكومته رئيس وزارة بيألفها مثل ما هو بيرتقيها مناسبة، بيتقدم على مجلس نواب ببين وزاري، يا بياخد ثقة ما بياخد ثقة، خلاص بدنا ننتظر، بدنا نرجع الحياة الديمقراطية الطبيعية، وإلا راح البلد. دولة الرئيس، يعني طالما حضرتك ضيفي اليوم، افترض انه رئيس الجمهورية دعا لاستشارات نيابية نهار الثلاثة اليوم، نجيب مئاتي الثلاثة مين بسمي؟ يعني شو بتعمل من هلا للثلاثة؟ مع مين بتتشاور وشو توجهاتك؟ أول شيء أنا يعني إذا عم نشكي نحن الأربعة بدي أرجع أتشاور أنا وياهم، ما أطلع دغري أنا بخارج السرب وسمي الشخص. في بدها تاخذ مرحلة من الاستشارات لحتى تشوف مين الشخص اللي راغب، وحتما ما حقول اسمه اليوم لحتى ما أحرقه، وإذا عملته بيقولوا كمان نحن صنعناه ونحن عملناه ونحن سويناه، حتى ما ممكن أتقاعس عن 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 الاستشارات إذا كانت الاستشارات دور النيابي بدي أقوم فيه كاملا، لأنه أنا من دعاة كل من يأخذ دوره، وفخامة رئيس يزيد على استشارات ولازم يشارك بالاستشارات. رئيس حرير قال ما حيسمي، ما بعرف ليش، ما شارت معه ليش، نحن نشوف مين بنسمي ومنعطي رأينا، وبعدين بيكون عندنا معارضة داخل مجلس النواب إذا ما عجبتنا، أو منكون نحن مأيدين. بس هلأ ما بتحمل انكيات، بدنا نخلص. إذا ضل دولة الرئيس، إذا ضل الرئيس الحريري رافض أنه يسمي، حضرتك هل
بتتضامن معه ولا لا؟ رأيك بدي غير؟ بدي شوف شو الخلفية تبع هذا الموضوع، خلفية موقف ولا خلفية، شو الخلفية تبع القصة. أنا بشكل خاص أنا لا أتقاعص عن قيام بدوري، ما بجازي الآخرين، ما برضي الآخرين بجزاء بأني جازي نفسي. هيدا أنا دور عم بقوم فيه، بدي أقوم فيه كاملا وبسلمه، ومضروري يربح اللي بسميه، أكيد معقول يخسر ومعقول ما يوصل. برجع أنا بس بتنتظم الحياة السياسية اللبنانية، بيجي مجلس نواب منحاسبه، مجلس نواب صار لنا 10 سنين بنقول مجلس نواب نعمل جلسات مناقشة عامة محاسبة للحكومة، ولا حكومة تحاسب مجلس نواب. إذا أكبر كتلة نيابية اللي هي كتلة المستقبل اللي لها طابع إنه الطابع السني إذا بدنا نقول، إذا رفضت التسمية هذه الكتلة، هل سيكون هناك غطاء سني بين مزدوجين للرئيس المكلف الجديد، أو هل يمكن لأي رئيس مكلف أن يقبل بهذه المهمة أو ينجح فيها؟ كمان هون في علامة اليوم نحن بوضع حساس كتير، ما بدي أروح بالافتراضات وكون أسير موقف عم بياخذ اليوم معك على الهواء. الموضوع موضوع بيتقرر بحينه ومنشوف كيف هو بيكون، لأنه حتما حنختار الأفضل. يعني ما فينا ناخذ منك اسم اليوم أكيد أو, لا. أو اتجاه لتسمية إذا أكيد لا. احتمال الرئيس الحريري ترجعوا تقنعوه وتسموه، أو احتمال أنا قلت لك بداية الحديث إنه الرئيس سعد الحريري بالوقت الحالي على رئيس فريق اختصاصيين لفترة زمنية معينة لمتابعة الإصلاحات اللازمة. بس هذيك لما بيصير الرئيس الحريري بيصير الطرف الآخر بيقول لك إنه صار حكومة تكون تكنوسياسية، صار سياسي، مش حكومة تكنوقراط أو اختصاصيين، غير كونسبت. يعني نحن اليوم خلينا نمشي الموضوع، بدهم حكومة تكنوسياسية، ما هن عم يجوا يقولوا إنه المشاركة بالقرارات. خلينا نعمل حكومة معقول. أنا أطرح إنه الحكومة تكون تكنوسياسية إذا حطينا 6 وزراء من رئيس وزارة وخمس وزراء لكل طائفة واحد، وزير دولي فقط بمجلس وزراء، ومنعمل 14 وزير اختصاصيين بحقائبهم، وستة وزراء دولي بيحضروا مجلس وزراء بيطلعوا على كل شيء، بيكونوا عم بيتابعوا كل شيء. بهالطريقة بكون عملنا الدور السياسي، وبنفس الوقت الاختصاصيين عطيناهم دورهم لإنقاذ المطلوب بهذه المرحلة. يعني حضرتك عم بتقدم اليوم ربما تدوير زوايا، طلعت معي الحياة، ما تخمن انه مبيتي، بس انا مش مبادرة يعني، مش خارج بس الطريق. بس انه بتصور انه 6 و14 رؤساء بيكونوا رئيس الوزارة ومعه شخص شيعي درزي أرثوذكسي، أرثوذكسي بيكون نائب رئيس وماروني وكاثوليك، 6 هدول بيكونوا 6 بيكونوا، وحكومة 14 موزع كمان مظبوطة، بيكونوا هدول الأشخاص بيكونوا الاختصاصيين المطلوبين. هيدي هي مطلوبة. هناك من يرى أنه حكومة تصريف الأعمال رح تطول، يعني طالما فشلت مهمة دكتور أديب ما رح ينجح حدا تاني، أو ما رح تنجح مبادرة تانية، ورح نفوت بالمراوحة وبتصريف الأعمال إلى أجل غير مسمى، وربطا بالانتخابات الأمريكية وشد الحبال الأمريكي الإيراني وإلى ما هنالك. هل ترى الصورة بهذا ليك؟ وقت نحن كل شغلة، أنا من دعاة النائب النفس، وأنا ما بطل ما أنا بدي أتدخل بأمور دولية بتشكل انقسام بلبنان. بنفس الوقت بتمنى من اللبنانيين انه كمان ما ينادوا للغريب يدخل بالسياسة عنا بلبنان. اليوم وقت نحن منتظرين الانتخابات الامريكية، شو بده غير الانتخابات الامريكية؟ بس بيقولوا اف بده يصير شيء بين امريكا وايران. من سنة 79 لما صارت الثورة الايرانية لليوم، 7 رؤساء بامريكا تغيروا. شو تغير؟ وما تغير شيء بالسياسة الأمريكية. شو ناطرين؟ نحن بلا ما نفكر على برا. صار في اتفاق نووي، وصار في فترة معينة إنه إلها علاقة بس بعدين عقوبات، وبعدين صار في شو اليوم جزر. اليوم خلينا نحن اللبنانيين نهتم بأنفسنا، نعمل نحن ما نعمل ننتظر الأمور الدولية. نحن وادي لازم نشرب من 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 الماي تبع كل الجبال المحيطة فينا. ما نحن بدنا نجي ندخل بالمعادلة الدولية، نحن خليه همنا قوتنا اليومي. نحن بحالة تعبئة، ما حنا عم بيعرف انه الاقتصاد وقت يقلك حاكم مصرف لبنان معه بس شهرين لموضوع الدعم، متخيل شو اذا صارت ضربة الخبز ب5000 شو بيصير يا عمي؟ ما حنا عم الدواء رفع الدعم عن الدواء بقى. الوضع بده يكون في مسؤول يجي يقول، يعني بيكفينا اليوم الدرس اللي اخذناه من الرئيس ماكرون، اذا ما فهمناه خلاص خلينا نروح خلاص بقى. بس يعني لا يمنع ذلك من يعني هناك معلومات كمان حكيت انه بموسكو
خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كان في نوع من الوساطة الروسية أنه لتسهيل المبادرة الفرنسية بلبنان، فكان جواب ظريف أنه ماكرون شو جاي يعمل بلبنان، هيك نقل. من هون الحديث أنه شد الحبال الإقليمي والدولي هو اللي عم بيخلي المبادرة الفرنسية غير قابلة للحياة حاليا. عودة على بدء، قال الرئيس ماكرون لما أنتم ما تكونوا مع بعضكم وحابين لبنان وبدكم تمسكوا بلبنان ما تتفاجئوا على الغريب يدخل. حتما نحن عن نادي الغريب. سميهم الايراني والسعودي سميهم هلا بالمؤتمر الصحفي عم بيجي يقول يا جماعه اذا انتم اتحدتوا مع بعضكم ما قصه مركز وقصه وزاره وقصه حقيبه، قصه البلد بده انقاذ، حتنقذوه ولا لا؟ يعني عمل نوع من المحاكمه العلنيه للاسف، يعني بدنا مين يتعظ بالاخر. نحن بس بدنا يعني اكيد مثل ما بدانا كمان نرجع ننهي شكر لفرنسا وشكر له حقيقه، لانه انا شفت الدعم اللي كان عم يعطيه بهالفتره، وهلا اليوم اكد انه بعده مستمر عليه، واعلن عن مؤتمرات للدول المانحه للبنان، واعلن عن كل شيء، وكانه خلص مستمر ومصر على انقاذ هالبلد. حرام. وسالوه قالوا له هل انت فشلت؟ قال لهم اذا هن فشلوا ما معناته انا فشلت، انا ما حكم ملكي اكثر من حمل الفشل للمسؤولين اللبنانيين مش للمبادره الفرنسيه. بالختام دولة الرئيس بدي منك توجه رسالتين. أول شيء ماذا تقول لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون اليوم بناء على كل ما يجري وبناء على كلام الرئيس الفرنسي أيضا؟ ماذا تطلب من رئيس الجمهورية؟ وتاليا ماذا تطلب من الثنائي الشيعي؟ يعني ماذا تقول لحزب الله وحركة والرئيس الجمهورية؟ أول شيء أطلب من رئيس الجمهورية أنه وقت أطلق عليه بي الكل حقيقة يكون بي الكل ممارسة وليس كلام. لسوء الحظ خلال هالفترة الأربع سنوات المرقت فخامة الرئيس ما كان بالمطلوب لإعادة جمع اللبنانيين ودوره الدستوري كحامي الدستور، وهو فوق كل اعتبارات صار دخل حاله بأمور وباعتبارات معينة أساءت لقاله لصورته. إذا نحن عنا لها البد من هلأ هالسنتين الباقيين يا فخامة الرئيس ترفع عن المواضيع، ما تدخل بالأشياء التفاصيل الصغيرة، كون حقيقة أنت حامي الدستور وأنت تطبق الدستور كما يجب، مش على هواء كل طرف من طرف. هيدي واحدة. ثنائي الشيعي اليوم نحن شركاء، نحن وياهم بالوطن، حتما لا حدا فيه يلغي التاني، لا فيني يقول لك فيني ألغي ولا هني فيني يلغونا. نحن بدنا يا بدنا نعيش سوا ناخذ قرار يا ما حنعيش سوا، بدنا نعيش سوا بيكون في تنازلات من كل طرف وطرف، ما بيكون بدهم يعني بده يتاخذ كل شيء، ما في حدا يقدر ياخذ كل شيء، بياخذوا كل شيء اخشى انه لا يستطيعون بلع كل شيء. فبالتالي بتمنى انه يكون في دائما تعاون مع الكل والانفتاح على الكل، وياخذوا ويعطوا لحتى نوصل بهالبلد على شط الامان. انا بدي اشكرك دولة الرئيس نجيب ميقاتي على هذا اللقاء، على هذه المقابلة اللي حكينا فيها عن الملف الحكومي، عن الأزمة السياسية اللي مارقين فيها. نتأمل أنه فترة الأربع أسابيع لست أسابيع تحمل معها ضوء معين أو بادرة أمل، ونقدر نطلع من هالنفق اللي نحن فيه، أو البديل جهنم يعني ما بعرف. إن شاء الله لا، يعني إن شاء الله. أنا بالعكس دائما مثل ما قلك لبنان الله راعي، في رعاية إلهية، وبالتالي لا أخشى على لبنان كلبنان، ولكن حقيقة أخشى من هالسياسيين اللي عم يديروا هالبلد. من هون كل واحد منا مسؤول، ما عم ترفع، بس كل واحد خليه يقدر قديش مسؤوليته، وخلينا نحطها لحتى نقدر نترفع عن 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 الصغائر، لأنه لبنان أهم لنا من أي صغيرة ممكن يكون. شكرا لك دولة الرئيس نجيب ميقاتي، وأهلا وسهلا فيك. تسلم. شكرا.